طبعا مشاركات كرة اللعب داخل منطقة الجزاء، هذه راسية ممتازة، اوه خطيرة، جول جول جول، فخر اللعب. فخر أبو ظبي، لا يتأخر كثيرا، يستعجل البداية، يستعجل البداية ويشعل مدرجات الفخر من على مدرجات هذه المباراة. يتقدم نادي الجزيرة بالهدف الأول، هم مستعجلين بالتأكيد. فينيسيوس ميلو يسجل هدفه الأول في هذه البطولة ويتقدم للجزيرة، يتقدم للجزيرة في مباراة الليلة. يسعدون الحسين عموتة، شوف اللقطة، يا سلام على لمسة ممتازة، شوف الرأسية كيف تهيأت، حلوة حلوة جميلة كانت في اللقطة الماضية من محمد ربيع اللي أرسل كرة على قدم اللاعب فينيسيوس، حاول فيها سيد عبد الله ولكن بعد ذلك أدخلها فينيسيوس للمرمى محرزا أول أهداف فخر أبو ظبي في هذه اللحظات. والفخر بالتأكيد يأتي سريعا من خلال هذه المباراة ومن خلالها نمني، هل يسجل هدف، هل يتقدم للجزيرة؟ لدينا في هذه الأثناء هنا أيضا اللاعب كوندي هكذا من أجل صد أي كرة أرضية قد تأتي في اللحظات القادمة، لكن كرة في غاية الخطورة، كرة في غاية الخطورة، هل يسجل النني أم هنا تسديدة؟ أوه خطيرة، جول، الله الله الله، نعم سجلوها سجلوها، يسجل برونو، يضع الكرة في المرمى ويتقدم للجزراوية مرة أخرى في هذه المباراة بعد أن سجل ثنائية، يعود مرة أخرى ويسجل في هذه الليلة كذلك هنا في مرمى دبا الحصن، سجل ثنائية في مباراة العميد أمام العميد، وها هي الليلة أيضا له موعد في طبعا الوصول إلى شباك فريق نادي طبعا دبا الحصن. برونو 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 بتسديدة قوية في بداية الأمر، صد حارس المرمى، كانت خطيرة من رامون ميريز، وبعد ذلك إكمال الكرة في المرمى محرزا طبعا برونو. ثاني أهداف المباراة، ثاني أهداف المباراة طبعا من فينيسيوس، والثاني كانت أيضا من اللاعب الخطير، الله 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 الله، مهرجان الأهداف يبدو بأنه سيكون كبير الليلة، كبير الليلة. يسهل تتسهل أمور الجزيرة أمام مرمى فريق نادي أدب الحسن، ويسجل رامون ميريز الهدف الثاني في هذه المباراة أو الثالث في هذه المباراة، ويتقدم الجزيرة مرة أخرى، يتقدم الجزيرة بثلاث أهداف في ربع ساعة، يعني بمعدل خمس في كل خمس دقائق هدف. هذه كرة كانت بهذه الطريقة، عرضية بهذه الطريقة، الرأسية أجمل كانت من رامون، يسجل من خلالها هدف المباراة الأول ويتقدم هدف المباراة الثالث، ويتقدم لفريق نادي الجزيرة بالهدف الثالث. الله على التقاء، الله على رأسية سليمة سكنت شباكك يا سهيل عبد الله، هاتا من الشبكة، فالجزيرة يبدو بأنه يحلم بهذه الجولة. كرة بتلعب أمامية، سرعة من أسرع حمدان الكمالي، خطأ في اللقطة الماضية، فرصة جول، الله، قلت لك بمعدل كل خمس دقائق جول يسجل رامون، ويتقدم للجزيرة برباعية مبكرة، رباعية ربما تكون تاريخية في بطولة الدوري، لم يفعلها من قبل الجزيرة، تقدم بأربعة أهداف في 22 دقيقة، مستحيل مستحيل يا الجزراوي ما تقدم في خلال هذه المباراة، ربما أسرع تقدم له في تاريخ البطولة، عدى بشكل ممتاز من رامون، من حمدان الكمالي رامون، وبعد ذلك مرور سجل من خلاله طبعا الهدف الرابع، وتقدم لدبا الحسن بالهدف أو للجزيرة في مرمى دبا الحسن بالهدف الرابع. رامون ميريز يبرهن عن مقدراته، يسجل هدف الثاني طبعا في المرحلة القادمة وفي التجمع القادم. هذه كرة ملعوبة خطيرة، برونو، جول جول، خماسية، يسجل برونو الهدف الخامس ويتقدم للجزيرة بعد مرور خمس دقائق، يسجل برونو خامس
أهداف المباراة ليصبح لديه 4 أهداف في دورينا في هذا الموسم، يسجل ثنائية في هذه المباراة، وربما يعاني من إصابة، ربما يعاني من إصابة، وقائمة فريق نادي الجزيرة لا تتحمل المزيد من الإصابات. يا برونو، برونو يتقدم بالهدف الخامس في مرمى فريق نادي دبا الحصن، وبالتالي الجزيرة يعني يصبح الآن بمعدل تهديفي كبير، 10 أهداف، 10 أهداف في بطولة الدوري الآن، يعني يقترب طبعا يقترب من المركز الرابع أو الثالث لمشاركة طبعا فريق نادي الشارجة وفريق نادي النصر بمعدل التهديف اللي طبعا وصلوه 11 هدف لكل فريق، الآن 10 أهداف. سنوات النني في الاحتراف الآن في مواجهة إسهيل عبد الله. إذن محمد النني بتركيز كبير، الجماهير تنتظر الهدف السادس لفريق نادي الجزيرة. محمد النني هل يسجل؟ هل يضع الكرة في المرمى؟ هل يحرز الهدف السادس؟ محمد النني نعم بكرة، انت عاوز تجنني يا النني، يسجل هدف، هدف جميل، هدف جميل جدا في مرمى فريق نادي الجزيرة. محمد النني يسجل الهدف السادس، الهدف السادس لهذا المصري الجميل. محمد النني يضع الكرة في المكان اللي لا يمكن، لا يمكن على أعلى حراس المرمى إبعاده، وبالتالي يتقدم فريق نادي الجزيرة بالهدف السادس بعد احتساب ركلة الجزاء، بعد إلغاء هدف دبا الحصن. يضع الكرة في المكان المستحيل، في المكان الصعب على حارس المرمى، وبالتالي يتقدم فريق نادي الجزيرة بالهدف السادس. بالهدف السادس ابتسامة علي خسيف واضحة تماما، هدف يعيد المعنويات، هدف بالتأكيد أو مباراة تعيد المعنويات وانتصار سيرتنا. هذه كرة ملعوبة الآن لصالح فريق نادي دبا الحصن. الله على تسديدة غضب من ميدانة، تسديدة غاضبة تسكن شباك علي خسيف، يسجل ميدانة هدف تخليص الفارق، ويصبح النتيجة أو تصبح النتيجة 6-1. لكن الله على تسديدة قوية، شوف كيف أخذها ميدانة، تقدم ميدانة، سددها ميدانة، وكأنه الغضب الذي انطلق من بين أقدامه إلى حارس المرمى علي خسيف، وبالتالي صعب على علي خسيف في اللقطة الماضية ليسجل فريق نادي دبا الحصن أخيرا هدف في هذه المباراة، يقلص من خلال الفارق ويجعل المباراة 6